بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فإن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله ورعاه لوقف مليار وجبة غذائية توزع لفقراء العالم يعد من أجل القرب والطاعات لرب البريات سبحانه وتعالى، لا سيما في شهر رمضان الذي تضاعف فيه الحسنات، فتكون النافلة فيه كالفريضة في غيره، والفريضة فيه كسبعين فريضة فيما سواه. وإن الوقف من الصدقات الجارية التي يسري أجرها لصاحبها بعد انتقاله لربه سبحانه كما لو كان يعملها في حياته، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وكلما كان الوقف أنفع كان أجره أعظم وأكبر، وليس هناك نفع أكبر من إطعام الجوعى، فإن في ذلك مددا لحياتهم وعونا لهم على عوزهم الذي يعانونه في بلادهم. ودولة الإمارات العربية المتحدة تمد يد العون لكل محتاجي العالم بما تقدر عليه من مدد مادي ومعنوي وسياسي. وقد عودنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد حفظه الله ورعاه على هذه المبادرات الفاعلة في هذا الشهر الكريم، هذه المبادرات الخيرة التي تجوب العالم تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وسموه حفظه الله ورعاه لا يستأثر في المسابقات الخيرية بنفسه حتى يشرك أبناء شعبه ومن يقيم على أرض دولته في هذا الخير والمنافسة فيه، فهو يدلهم ويحثهم عليه، فيكون الجميع في ميزان حسناته كما في الحديث الصحيح: الدال على الخير كفاعله. وفي الحديث الآخر: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده. والوقف من أجل السنن المرغب فيها، كيف وقد قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم السلف والخلف يتنافسون في وقف أعز أموالهم، حتى لم يبقى أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده شيء إلا وقف، كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: ويحصل الوقف بالقليل والكثير، فما استطاع الإنسان أن يبادر إليه فعل، فإن القليل عند الله كثير، ولرب درهم سبق ألف درهم. لذلك فإن هذه المبادرة هي دعوة كريمة مفتوحة للجميع أن يسهموا فيها بما تجود به نفوسهم لإطعام فقراء الإنسانية، فهم إخواننا لهم من الحق على المستطيعين ما لا ينبغي التساهل فيه. فجزى الله صاحب السمو الشيخ محمد على هذه المبادرة خير الجزاء، وكتب ذلك في ميزان حسناته، ووفقه لكل خير، وجنبه كل ضير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.